نرحب فيك يا أختنا رندا مداح، في عضو جديدة في السعودية في أمريكا. أهلا وسهلا. إيش هو شعورك انضمامك لمجموعة كبيرة مثل هذه المجموعة؟ والله أكيد سعيدة بانضمامي للناس الطيبين، وإن شاء الله هذا كله حيكون في مصلحة الطالب. إيش الأدوار اللي إنه منوطة بك إنه في السعودية في أمريكا؟ مستشارة تطوير. مستشارة؟ تطوير. إيش الخدمات اللي راح تقدميها؟ والله راح تكون تطويرية، وفي مشاريع جديدة إن شاء الله راح نعلن عنها في الوقت المناسب.